ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. غرزة البوب كورن او البابل او غرزة الفشارة كلها اسامي لغرزتنا النهاردة. غرزة جميلة جدا وسهلة قوي، وفعليا هي ممكن تعمليها عشوائي، ممكن تعمليها تبعا لباترون غرزة وتبع لباترون. وانا قايلة لكم قبل كده ان باترون الكروشيه التونسي شوية طويل، ولكن باترون اللي انا بتكلم عليه مختلف تماما. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض زي ما قلت غرزة الفشارة. غرزة جميلة جدا وسهلة قوي، وكل شغلها على الغرزة البسيطة. طبعا هستخدم معاكم الخيط ده خيط استوكات، وهستخدم اللون اللافندر ده شكل البكرة لو ما شفتهاش قبل كده. وهنعمل مع بعض 20 سلسلة. إبرة رقم 6 هستخدمها معاكم، و20 واحدة، طبعا هي مش مستندة على اي عدد من السلاسل. ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. اول صف هنشتغله مع بعض غرزة بسيطة، ونقدر نشتغل صفين تلاتة كمان غرزة بسيطة. زي ما انتوا شايفين طرف السلسلة كده، بس الطرف القداماني ده من ورا، انا مش باخد اي اطراف، واسحب. طرف السلسلة واسحب. طبعا الطرف الامامي ده اهو واسحب، مفيش اي تفاصيل، هي بس كده بشكل بسيط. الغرزة البسيطة لو حابين تعرفوا عنها اكتر هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف، تقدروا تروحوا وتتعلموا الغرزة البسيطة بس كده لوحدها. اخر الصف باخد الاتنين سلسلة الجانبية كده افضل، وارجع اسحب وارتفع سلسلة كل اتنين مع بعض. احنا كده خلاص اسسنا الغرزة واشتغلنا غرزة بسيطة في صفين اتنين. نقدر نشتغل اكتر، ولكن نقدر كمان نبتدي غرزتنا. افضل حاجة للغرزة دي ان انت ما تبديش من على الاطراف قوي كده، تبدأيها من الجوانب، تعدي مثلا 3 سلاسل وتبدأي او 4 سلاسل وتبدأي، لكن ما تبدأهاش من على الحافة قوي، لان هي فعلا مش هيكون لها منظر. كما ان البابلز نفسها تبقى طالعة لبرة، واحنا مش حابين كده. فهنعمل اول 4 سلاسل، بعدين هنشتغل الغرزة بتاعتنا. زي ما فيها غرزة بسيطة كمان هنشتغل غرزة عدلة، ولكن بشكل مختلف. كل بابلز كده هعملها، هلف على الإبرة وادخل جوه الغرزة، تمام، واسحب وارجع اعمل الغرزة، اقفلها كده، لف على الإبرة ادخل في نفس الغرزة واسحب وارجع اقفلها، تمام. طبعا بقفلها واخلي معايا الإبرة 5 مرات. تمام، بعدين بطلع من الخمسة كده. طبعا مش بقفل تاني، لا، بكمل بقى غرزة بسيطة بالطريقة دي. دي بتكون واسعة كده، ازق كده بصباعي الغرزة وضيق كده، بتكون معايا واحدة بابلز. طبعا سهلة جدا وبسيطة قوي، وكل شوية بابلز كده، فهتشوفوا الشكل بتاعها عامل ازاي. نعمل واحدة كمان، لف على الإبرة بدخل في السلسلة نفسها غرزة عدلة اللي هو في نص السلسلة، وعلى الفراغ ده عدل، وأدخل وأسحب وأقفل الغرزة، لف على الإبرة وادخل برضو في نفس المكان واسحب واطلع من الاتنين
واخلي معايا على الابره لفه، ادخل واسحب واطلع من الاثنين واخلي معايا على الابره. كم مره؟ 5 مرات. تقدري تعملي اكتر من 5؟ اه تقدري تعملي اكتر من 5، وتقدري تعملي اقل كمان من 5، ولكن على حسب ما هتعملي هنا، على حسب ما هيكون التخن بتاع البابلز بتاعتك موجود. اسحب واطلع من 1 2 3 4 5 اللي احنا عملناهم، تمام. اروح اخد غرزة بسيطة في اللي بعدها على طول، السلسلة اللي بعدها او الغرزة اللي بعدها، بزق كده في صباعي من هنا اهو، واضيق، فالبابلز بتاعتي بتبان. طبعا تقدري تعمليها عشوائي، تقدري تعمليها بشكل منتظم كل كام سلسلة وبعضها، تقدري تعمليها فوق بعضها. هنشوف دلوقتي التفاصيل دي كلها. اسحب كل اتنين مع بعض، شايفين الغرزة على طول بتتقفل. بشتغل الصف اللي من بعد غرزة بسيطة، بحيث ان شايفين الفراغات اللي احنا شايفينها دلوقتي دي تكون مقفولة. وبسحب كل اتنين مع بعض، شايفين؟ طبعا كده الغرزة بتاعتنا فعليا خلصت، ولكن حابة اعلمكم حاجة كمان، هو ان الغرزة ينفع نعملها ببطرون. طبعا ينفع نعملها عشوائي، بانه كمان نشتغل صف كمان، وهنا كده نبتدي نشتغل بشكل مختلف او فوق بعضهم على حسب ما انتم عايزين تماما. مفيش اي، نقدر نشتغل بالطريقة دي بشكل عشوائي او بشكل متناسق زي ما احنا عايزين. يعني ممكن نشتغل بشكل متناسق، ان هو كل كام صف اشتغل على طول فوق البابلز دي بابلز وهكذا، ولكن شكلها شوية هيكون رتيب، والاغلب عارف الكلام ده، فبنشتغلها بشكل عشوائي او باترون. تعالوا بقى نشتغلها باترون مع بعض. كده اشتغلت اول بابلز، وهنعمل مع بعض الباترون. باترون ازاي؟ على طول همسك كده واشتغل هنا جنب البابلز دي على طول بابلز تانية، بس دي هتظهر لفوق، مش هتظهر هنا تحت، لا هتظهر فوقيها على طول او جانبي. 2 كده، 1 كده، 2، بعدين اطلع من الخمسة كلهم، بعدين اهو طرف السلسلة، اسحب ازق كده عشان ادخل البابلز دي جنب دي، وكده بدخل، دخلت في الخمس سلاسل وسحبت. ظهرت جنب دي ازاي؟ كأنها لازقة فيها. وده بقى اللي انا حابة احذركم منه، انه ما ينفعش تعملوا الحركة دي. ليه؟ لانه لو عملتيها والاتنين قريبين من بعض كده، انت ما عملتيش باترون، انت عملتي شكل مطموس او شكل كله كتلة كده بس ما فيهوش اي تفصيل. فيفضل دايما ان احنا نسيب مسافة، بمعنى اهو يعني اشتغل، اشتغلت اهو الغرز بتاعتي، ما روحش بقى اعمل دلوقتي حاجة واحدة بابلز تاني فهتبان ان هي كتل كده، فشكلها مش حلو زي ما انتوا شايفين. فمن الافضل دايما ان احنا نشتغل بعديها صف، وبعدين نبتدي القطعة اللي بعدها، يعني زي كده مثلا اهو. عملنا هنا هي اول بابلز، وتعالوا نكمل على دي واحنا شغالين برضو نعمل باترون من هنا ومن هنا. هتشوفوا الشكل دلوقتي عامل ازاي. بلف لفة على الابرة وبدخل، طبعا قبلها بشوية الف واسحب واطلع لفة على الابرة وادخل، كأني اعمل غرزة عدلة، واسحب 5 مرات، وبعدين الف واطلع من الخمسة كلهم،
واكمل سحب غرز اضيق بعد ما اطلع البابلز اللي قدام. اشتغل هنا واحده كمان بابلز، لف على الابره، ادخل في السلسله، اسحب واطلع واروح طالعه من الاثنين، الف وادخل في نفس المكان وبعد كده اسحب واطلع 5 مرات، وبعدين اسحب واطلع من الخمسة كلهم. اخر سلسلة، بعدين بصوا ازق كده واضيق عشان البابلز بتاعتي تبرز وتكون باينة كده، بعدين اسحب وارتفع سلسلة. بصوا على طول بدأ يتكون شكل اهو بترون زي ما انتم شايفين كده، بعدين اسحب كل اتنين. تعالوا احنا هنعمل الباترون ده بلس وهنعمل الباترون ده شكل مختلف. تعالوا نعمل هنا بابلز زي ما قلنا، بنلف ونطلع 5 مرات. بصوا طرف السلسلة اهو ما بينهم، واسحب. طبعا قلنا نسيب صف ما بين كل بابلز والتانية على اساس تبرز، فهنا طبعا مش هنعمل حاجة دلوقتي. ارتفع سلسلة وكل اتنين مع بعض. شايفين المنظر؟ هنا مش هنشتغل حاجة. وبكده اتكون الباترون اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا المفروض اشتغل بابلز هنا لانها هتبقى على الباترون. بسحب بعد ما الف لف على الابرة واطلع من الاتنين واخلي معايا على الابرة بالطريقة دي 5 مرات، ممكن تكون اقل من 5 او اكتر من 5. بعدين غرزة بسيطة اللي بعدها، بصوا بزق كده فعلى طول بتطلع وتكون بارزة. في الباترون ده انا خلصت خلاص البلس بتاعتي، فمش هشتغل حاجة. كل ما ارتفع سلاسل هي هتبرز اكتر ان هي بقت باترون او شكل كده باين انا عاملاه اهو. زي ما انتم شايفين اهو، دي طبعا انا ممكن اعملها كده وتبقى دايرة او شكل رباعي اللي هو بيبقى كده، تمام؟ يعني زي ما انتم عايزين، المسألة كلها مفتوحة قدامكم، تعملوا اللي انتم عايزينه فيها. في طريقة اشتغلت بيها البابلز وطلعت حلوة وبارزة كده على وش الغرزة، ولكنها مش بتكون مضلعة زي دي كده وشكلها بارز، لا بتكون فوق كده قاعدة كده فوق الغرزة نفسها، تمام؟ وهو ان انا بلف وادخل في طرف السلسلة واسحب 5 مرات بدون ما اطلع من اي واحدة منهم. تمام، وارجع اسحب واطلع من الخمسة كلهم مرة واحدة. اوكي، وطرف السلسلة وبسحب غرزة بسيطة. هتشوفوا دلوقتي الفرق ما بين البابلز دي والبابلز دي، وانتوا تقدروا تحددوا المناسب والافضل ليكم. بصوا يا امارات، البابلز دي زي ما انتوا شايفين هي دي 5 ودي 5، ولكن دي بقت ارفع واصغر بكتير من دي، كما ان دي مش مضلعة زي ديت، وكمان في فرق اكبر من كل ده. بصوا هنا البابلز دي بتكون داخلة لجوه اهي، بارزة حتى في النسيج، ولكن دي بتكون لبره قاعده كده بره على السلسله، فما فيش اي بروز من هنا. شايفين اهو هي بتكون فوق السلسله سلفا، فهي مش هتطلع او تروح في حته. شايفين؟ فده الفرق ما بين دي ودي. تعملي دي او تعملي دي، انت ليك الحريه تعملي انهي فيهم. انا دي طريقتي انا الشخصيه، دي الطريقة المعروفة والتقليدية بالنسبة للغرزة، لكن مفيش حاجة اسمها دي افضل من دي، الاتنين كويسين، ولكن في واحدة منهم البروز بتاعها بيكون ورا، فطبعا مع الضغط كده اهو بصوا بتطلع عادي. لو مش عايزين الحركة دي اعملوها من فوق.
زي ما انتم شايفين دي غرزة البابلز او الفشارة، زي ما انتم شايفينها كده شكلها حلو قوي. تقدري تعمليها بشكل عشوائي زي ما عملناها في الاول، او تقدري تعمليها بشكل منظم وتكملي المنظر، او تقدري تعمليها تكون من فوق كده مش بس تكون من قلب الغرزة، تقدري تعمليها بشكل باترون منسق كده وشكله جميل، وتقدري تعمليها عشوائية زي ما احنا عملناها في الاول. ولكن اسوأ حاجة ان انت تعملي بابلز وتكونوا الاتنين لازقين في بعض، طبعا مش هيبين لك اي شكل باترون ولا اي شكل بابلز اصلا، هتكون متكتلة زي ما انتم شايفين كده. وبكده غرزتنا النهاردة تكون خلصت، غرزة البابل او الفشارة، غرزة جميلة قوي نقدر نستخدمها في حاجات كتيرة، زي ان احنا نعملها باترون او نعملها بشكل عشوائي زي ما انتم عايزين. دي شكلها في غرزة البطانية زي ما انتم شايفين، متماسكة وكتيرة قوي كده. انا حبيت ان انا اعملها بالمنظر ده، وكذا وحدة كل وحدة هعملها بمنظر مختلف بالنسبة لغرزة البابلز تحديدا. كده غرزتنا النهاردة تكون خلصت. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واعملوا شير للفيديو لو في حد مهتم بالكروشيه التونسي، وروحوا على الفيس والانستا لو حابين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. رمضان كريم، مع السلامة، باي.